يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأحد أكثر من مليون و وستين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم مليونا و وخمسة ألاف شخص هذا وحصل على الجرعة المنشطة من التطعيم أكثر من مئتين واثنين وسبعين ألف شخص